المستشرقين. شكرا سيد الرئيس. ربما على قصة الاستشراق، بالتأكيد أنه إذا رجعنا إلى الاطروحات الاستشراقية والثقافوية يبدو أنها لا تزال تتحكم في رؤية العالم الخارجي دوليا وإقليميا، وكذلك الأنظمة المحلية لا تزال محكومة برؤية استشراقية أو ثقافية ثقافوية لهذه الحركات. ولذلك ما يجري الآن مع الحركات الإسلامية من الواضح بأنه محكوم بهذه الرؤية الواضحة التي تختزل الإسلام بحالة من الدكتاتورية والاستبداد والعنف والعداء للحداثة والتقدم والديمقراطية، وبالتالي يمكن فهم ما يحدث الآن مع هذه الحركة. لكن أعتقد أنه إذا تحدثنا عن التحولات، وكما قلت إذن يعني هي بالتأكيد عبر الزمن كانت هناك مقاربات عديدة في التعامل مع الجماعات والحركات الإسلامية، وجميعها بالتأكيد فشلت في التنبؤ بمآلات هذه الحركة، سواء مقاربات التحديث والحداثة باعتباره مسارا كونيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو مبادرات أو مقاربات يعني الثقافوية والسياسية، وكذلك نظريات ما بعد الإسلام السياسي. جميع هذه فشلت في التنبؤ بمستقبل هذه الحركات وما هي ذا. لكن أعتقد بأنه إذا تحدثنا عن التحولات فنحن نرى أن الحركات الإسلامية هي كانت دائما تتبع مراحل تتأثر بما هو محلي أو إقليمي أو دولي، وبالتالي تتكيف وتتحول مع سياق التحولات العالمية والمحلية والإقليمية. فالحركة الإسلامية كما نعلم من المرحلة الكولونيالية الاستعمارية كانت بعد أن تم قطع الهوية الاجتماعية السياسية للدولة، وهي كانت إسلام منذ الخلافة العثمانية قبل أن يعلن عن انتهاء عام 1924، كانت الحركات التي نشأت نتيجة قطع كولونيالي استعماري عسكري مباشر. وبالتالي الحركات نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحركة الأولى التي نشأت، وبالتالي لا غرابة أن يكون جميع الحركات التي ظهرت لاحقا هي ظهرت من عباءة الإخوان المسلمين إما قربا أو بعدا. وكانت الحركة في هذه المرحلة بما أن كانت هناك خطر يهدد الهوية، هوية الدولة والمجتمع، وبالتالي كانت نشأت كحركات إحيائية محلية دينية لترتكز إلى الهوية. وفي المرحلة الثانية التي أثرت، وفي هذه المرحلة طبعا تم إنشاء شيء سيؤثر كثيرا على تحولات الحركة الإسلامية، وهي المستعمرة الاستيطانية إسرائيل في فلسطين، وهذا سيؤثر على تحولات الحركة في بنيتها سواء على الصعيد الأيديولوجي الفكري أو على صعيد الهيكلي التنظيمي بشكل أو بآخر. وهذه المرحلة ما بعد كلنا لي المرحلة الدولة الوطنية، نعلم أن الأنظمة التي نشأت هي نشأت أنظمة ذات طبيعة سلطوية، سواء كانت تبنت نهجا قريب لأنه في هذه المرحلة سوف تنشأ ديناميكية جديدة في العالم، وهي ديناميكية الحرب الباردة وانقسام بين معسكر الرأسمالي الليبرالي ومعسكر الاشتراكي الشيوعي. وهذه الدول ستتموضع داخل نظام سلطوي قد يتخذ شكل من القومي أو شكل الاشتراكي أو الليبرالي، لكنها في جوهرها دولة سلطوية. طبعا هذه الحركات كانت في هذه المنظومة بدأ أن هذه الدولة الجديدة الكيان الكولونيالي كانت دولة ما بعد كولونيالية، بمعنى أن الاستعمار عندما خرج ترك مؤسساته ثلاث مؤسسات أساسية، وهي السياسية والعسكرية وكذلك القانونية الدستورية. وفي هذا الإطار نعلم أن هذه الدولة في طبيعتها كانت دولة سلطوية بالتأكيد، وكانت أيضا دولة مشتبهة، ما يطلق عليها أستاذنا طه عبد الرحمن بأنها دولة ليست على غرار النمط الغربي، بمعنى أنها تقطع يعني مع الدين أو العالم المسحور، وبالتالي كانت هذه الدولة مشتبهة بمعنى ولذلك. ولكن هذه الدولة المشتبهة التي هي سياسية ودينية في نفس الوقت، هذه
مسألة ربما لم يختبرها كثيراً الذين تحدثوا عن الحركات الإسلامية، لأنهم تتحدثوا عن في إطار الدولة السلطوية عن مسألة اشتمال الاعتدال وقضية اللي هي ديناميكية التسييس، عندما تتحول حركة إحيائية دينية إلى حركة سياسية في إطار الدولة السلطوية أو شبه السلطوية عندما ستتحول لاحقاً. وبالتالي هذه الدولة المشتبهة كانت أنشأت جهازاً أيديولوجياً وجهازاً قمعياً، وهذا الجهاز جزء من الجهاز الأيديولوجي كان اختراع نوع من الدين الرسمي، وهذا الدين لم كان هو يستند بشكل أساسي في العالم العربي إلى الصوفية، والصوفية غير الطرقية، لكن بعض الطرق سوف نجد باستثناء طبعاً الحالة السعودية التي نشأت أصلاً عن نوع من الائتلاف والتحالف بين الأيديولوجيا الوهابية والقبلية السعودية، وبالتالي نشأ إذن هذه الدولة كانت مشكلة. ونعلم أن هناك نهج أساسي كان يعني الاستعمار البريطاني كان ينشئ يراهن على قضية العلمنة، يعني من منظور الفيبريسكولرزم أنه في النهاية سيتفتت هذا المقدس شيئا فشيئا بدون مواجهة مباشرة، وبالتالي ترك النظام مثلا الاستعمار البريطاني على منظومة المدونة الأحوال الشخصية والأمور الاجتماعية كما كانت في الحالة العثمانية، باستثناء الحالة العلمانية اللائكية اليعقوبية التي نشأت مثلا في تونس أو في تركيا، التي كانت يعني بطبيعتها تريد أن تنهي مسارات المقدس دفعة واحدة، ولذلك لا غرابة أن يكون أول التحولات حدثت كانت في صعيد موضوعة الهوية بشكل أساسي، وسيصبح لاحقا النزاع الأساسي في شمال إفريقيا والعالم العربي مسألة الهوية، بينما في المشرق العربي بحسب الأطروحة الكولونيالية الاستعمارية البريطانية ترتكز إلى موضوعة الهوية والإثنية والعرقية والدينية المذهبية، سوف تصبح ذات طبيعة نزاعات ذات طبيعة هويتها مرتكزة إلى العرق كما يحدث في العراق وسوريا الآن. وهذه يعني كلا الأطروحتين كانت يعني حاضرة. ما أريد أن أقوله بأنه إذن الحركة بدأت، هذه الحركة حركة إحيائية دينية، دخلت في مسار ديناميكيات التسييس مع الدولة الوطنية في دولة سلطوية، وعندما بدأ أكثر، وهذه الدولة السلطوية كانت إما تستخدم الإسلام في إطار الحرب الباردة يعني في مواجهة عدو آخر إذا كانت في الإطار القريب من الإطار الليبرالي الرأسمالي، وكانت الحركات تعطى بعض الأشياء، وإذا كانت تتبنى أيديولوجية أكثر يعني شمولية وسلطوية بالنمط اليساري المارتي الاشتراكي كانت تعمد إلى عملية قطع مباشرة، وبالتالي ما حدث مع عبد الناصر أو مع في سوريا أو في العراق كانت هذه الحركات يعني يتم عملية قطع وبالتالي عملية ملاحقة واعتقال مصادرة، ولم تكن تتطور فيها أي مجال للحركة. وفي هذا السياق ظهرت من رحم هذه حركات ليست سياسية، حركات جهادية أصبح لديها قناعة بأنه لا يمكن أن نتعامل مع هذا النظام السلطوي إلا عن طريق العنف، وبالتالي يعني ظهرت حركات الإسلام الجهادي ما نطلق عليها في هذه المرحلة بطريقة. لكن عندما بدأ تحول آخر طرأ على العالم مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية كان شيئا ربما سعيدا، وهي مرحلة ازدهار الحركات الإسلام السياسي، لأن ما حدث بأن هذه المرحلة شهدت أنظمة نهاية الأنظمة السلطوية، وهذا كان تحول عالمي كما تعلم في أوروبا الشرقية في غيرها في أمريكا اللاتينية، وبالتالي كان هذا التحول تحولت الأنظمة من أنظمة سلطوية أحدية إلى سلطوية تعددية، وبالتالي أنظمة شبه سلطوية، هذا ما دفع إلى تحول حركات الإسلام السياسي من حركات يعني حركات أصبحت إسلام سياسي من حركات إحيائية إلى حركات شبه سياسية في داخل هذه الأنظمة شبه السلطوية، وبالتالي كانت القاعدة الأساسية أنها مشاركة دون مغالبة لهذه الأنظمة، وبالتالي يعطي النظام يعني جزء من هذه الاكتساب الشرعية لهذه الحركات، لكن دون أن تكون هذه الحركات يعني لها قوة. ولكن هذه المرحلة كانت مرحلة سعيدة وجيدة لهذه الحركات، وبدأت في هذا الإطار نوعا ما تتحول بعض الأفكار والرؤى لدى
هذه الجماعات. على الصعيد الفكري الأيديولوجي بدأ أن هناك تقترب مع المنظور العالمي للتحول وديناميكية التحول مع الحساب المسيحية الديمقراطية في أوروبا، وكذلك الحركات الأوروشيعية، الحزب الشيوعي الإسباني أو الإيطالي أو البرتغالي، كل هذه الحركات التي تحولت تخلت عن ديكتاتورية البروليتاريا وكانت الديمقراطية وكأنه نهاية التاريخ في ذلك الوقت، وبالتالي اقتربت هذه الحركات من المسار العالمي الكوني نحو الديمقراطية، وبدأ النقاش إذا تتبعت في تلك الفترة حول قضية العلاقة بين الإسلام، الديمقراطية، المواطنة، كل هذه المسائل. وهذا وكذلك على صعيد التنظيم بدأنا نشهد تحول من الحالة التقليدية مفهوم الجماعة إلى مفهوم الحداثي للسياسة ومفهوم الحزب، وبدأ تتشكل أحزاب صحيحة. لكن مع ذلك بقيت هذه الحركة التي هي بطبيعتها محافظة لا تزال لديها إشكالات على صعيد الفكر، بأنها هناك نوع من التصلب الأيديولوجي، وبالتالي يعني سوسيولوجيا التحولات بطيئة جدا في التحول نحو منظومة الحداثة السياسي. وعلى صعيد التنظيمي بقيت أيضا في حالة من الجمود ويعني بشكل كبير، ولذلك يعني هذه الحركات بعد ذلك يعني ما حدث في 11 سبتمبر كان يعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. في تلك المرحلة الدولة الوطنية، ثم بعد ذلك يعني بدأ أن هناك ما في وقت، بس يعني ما مرناش على المراحل، بس على كل حال المرحلة الأخرى هي المهمة، مرحلة 11 سبتمبر استكمال لنهاية مرحلة بداية مرحلة. هذه المرحلة أيضا بدأت الحركة بعد أن كانت تعامل الأنظمة الوطنية معها تغير، وشهدنا ازدهار مرة أخرى بعودة مزيد من الدولة يعني تحولات أكثر باتجاه الدولة العربية والدولة الوطنية بالتعامل مع الحركات الإسلامية، لأنه بعد 11 سبتمبر جرى التحول مع حركات الإسلام السياسي عموما مع بروز هذا الخطر الجهادي المتمثل بتنظيم القاعدة، وهو كان رد فعل على التحول الجديد الذي هو عصر العولمة، وبالتالي كان تنظيم نخبوي في مواجهة العولمة بشكل أساسي. في هذا الإطار نشأت نظريات أخرى في التعامل مع الحركات الإسلامية السياسي باعتبارها جدار حماية، هيمنت نظرية جدار الحماية بعد 11 سبتمبر على المنظور الدولي والوطني المحلي، وبالتالي تم استدخال هذه الحركات في مواجهة تنظيمات العنف الجهادي القتالي كتنظيم القاعدة، وتم استدخال. وإذا رجعت إلى هذه الفترة، هذه الفترة هي التي مكنت حركات الإسلام السياسي أيضا إلى التحول إلى حركات ما بعد إسلام سياسي، ترتكز إلى المفهوم الوطني وليس العالمي، ترتكز إلى المستقبل وليس التاريخ، إلى النظام الحداثي وليس السلطاني. بدأ تحولات عميقة تطرأ على هذه الفكرة، وهذه هي التي مكنت الحركات أحيانا من الوصول، كما حدث مع حركة العدالة والتنمية في تركيا من بعد 2002 من السيطرة، لأنه كان هناك قرارا دوليا، وهي تم في ذلك الوقت مع حركة جولن، مع حركة من اللي خرج من رحم أربكان في بعد العدالة والتنمية، وهو الذي مكن هذا الظرف الإقليمي والدولي الجديد، وهو الذي مكن. إذا رجعتم في تلك الفترة ستجد أن في المنطقة العربية في كل التي أجريت فيها انتخابات قد فازت الحركات، تم استدخال هذه كجدار وقاية. لن أطيل لأنه ما في وقت، لكن التحول الكبير حدث أيضا الآخر بأن الدولة يعني بعد ربيع الثورات العربية كان هناك مؤملا أن تنتهي مرحلة حتى ما بعد الكولونيالية والدولة الوطنية، وينشأ كيان جديد مغاير لتلك الأمور التي حدثت في المرحلة الاستعمار الكولونيالي والدولة الوطنية. وكانت هذه الحركات دخلت في تحول آخر وجديد، ولكن بدأ أن هناك يعني تغيرا كبيرا، لكن سرعان ما الدولة أصبح هناك تغير في المنظور الدولي لحركات الإسلام السياسي. لم تعد الأطروحات في هذه الفترة حول مفهوم الإسلام السياسي
بأنه جدار حماية. أصبح تعريف الحركات الإسلامية هو بأنها حزام ناقل للتطرف. هذه الأطروحة المهيمنة الآن في العالم، ولذلك إذا نظرنا إلى جوهر التقرير البريطاني في كانون ديسمبر 2015 المتعلق بالحركة أو مشروع القانون الأمريكي في الكونغرس الذي في بداية كانون يناير 2016 كانت هذه، ولذلك العالم العربي تموضع في إثار الثورة ما سميها المضادة أو إعادة بناء الدولة الوطنية السلطوية، تموضع في هذه الأطروحة. بل على العكس، ذهبت بعض الدول كمصر الإمارات السعودية إلى اعتبار أن الحركة ليست حزاما ناقلا للتطرف، بل هي جزء من التطرف والإرهاب، وبالتالي لا فرق بينها وبين تنظيمات القاعدة أو تنظيم الدولة أو داعش. وهناك دول تبنت ما يسمى مشمولية الاعتدال والإدماج، وهو النموذج المغربي، وبالتالي تم يعني تصعيد حركة العدالة والتنمية وتم إدماج جزئي في داخل النظام. وهناك دول محافظة تبنت نهجا وسطا بين أطروحة جدار الحماية أو الحزام الناقل بين الإرهاب، ويعني كالأردن وغيرها إنها أصبحت تتعامل مع الجماعة في استراتيجية التفتيت في محاولة يعني فرز المعتدلين على المتطرفين، استدخال ما يسمى المعتدلين وبالتالي فرز المتطرفين. ويعني هذه الديناميكية لا تزال موجودة، يعني أعتقد هناك حديث كبير لكن يمكن في النقاش نتحدث عن تفاصيل أكثر. شكرا لكم. شكرا جزيلا الأخ حسن.